الرب دي يباوع عليك، دي يباوع على كل أخ وأخت موجودين في هذا المكان، وين مكانه إلهنا موجود يباوع، ينظر إلى أعماقنا، إلى توجهات قلوبنا. قل يا رب إحنا اليوم جايين بثقة كاملة أمام شخصك، نطلب ونتضرع باسم الرب يسوع المسيح إنك تباركنا، تعطينا قوة ونعمة لكي ما نظهر كل ما لدينا، نقدم لشخصك العظيم، نتبارك في اسمك القدوس، نتضع أمام قدميك، أنت وحدك المستحق، أنت الذي بذلت نفسك لأجلنا. شكرا يا إلهي القدوس على كل قطرة دم بذلتها لكي ما تطهرنا، لكي ما تغفر لنا كل خطايانا. باركنا في هذا اليوم الرائع، واعطنا خدمة مباركة مميزة لمجد اسمك وامتداد ملكوتك، لأنك أنت وحدك المستحق كل الكرامة وكل العبادة والسجود. بارك كل أخ وأخت موجودين في هذا المكان، امسحهم بمسحة الروح القدس، يمتلئوا من روحك القدوس ويتباركوا ويكونوا دائما سبب بركة لكل الذين هم حولهم. شاكريك يا إلهي من أجل كل عطاياك ومن أجل كل إحساناتك إنا باسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح أصلي، آمين.